أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمر عليهم أحدهم. هذا عجيب، كمال ديننا وأسرار التشريع عجيبة. يعني ديننا يريدنا أن نكون منظمين وأن نكون على درجة من الترتيب وعلى درجة من إحكام أمورنا بحيث تسير الأمور مرتبة وتسير على درجة من الإتقان وعلى درجة أيضا من الوئام. وش مع الكلمة؟ يقول: إذا كان ثلاثة بس في سفر أو في فلات من الأرض، لأنه إذا كان في البلد في الدير لا، البلد محكومة. قلت في وسط البلد، يعني في قرية ولا في مدينة ولا في هذه، طبعا ما 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 المسؤول هو المسؤول البلد. لكن إذا كانوا ثلاثة في فلات يعني منفردين أو كانوا في سفر، قال: فليؤمر وحده، لأن التنظيم تستقيم به الأمور وترتب أمورهم، يحفظون وقتهم، يحفظون أعمالهم، يحفظون ما معهم. الترتيب والتنظيم أثره عجيب، عجيب جدا. وحتى الراحة النفسية والاطمئنان وتوزيع المسؤوليات. ولهذا يعني يقول الشوكاني: يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليه أحدهم. ليش؟ قال: لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلف. فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة.